خيرات، قصتنا لليوم واللي صارت أحداثها في مدينة الخطيئة قصة مثيرة ومؤلمة إلى حد بعيد. رح نسمع تفاصيلها وأكيد رح نتعلم منها درس كبير يتعلق في التعامل مع الأشخاص المراهقين واللي بيعانوا من بعض الأمراض النفسية والعقلية. رح نسمع تفاصيل قصتنا لكن بعد الفاصل، وبعد ما تشتركوا معي في القناة، لأنه عندي هدف إن شاء الله مع نهاية شهر مايو يوصل أعداد المشاركين ل50,000. ما تنسوا الاشتراك. خلينا نسمع تفاصيل قصتنا. قصتنا اليوم رح نبدأها بهالفيديو الموجود أمامنا في 2 من المراهقين من منطقة لاس فيغاس في العام 2021. واضح أنهم منسجمين سعداء في حياتهم، لكن يبدو أنه في هالفيديو شيء خطير جدا بيحكوه وما بيكونوا منتبهين، يعني عن طريق الخطأ رح في النهاية يكون سبب في أنه يحدد مصيرهم. وخليني أترك لاس فيغاس والعام 2021 وأرجع فيكم للعام 1976 28 جانوري. في هالعام دانيال هالسيث ولد في مدينة صغيرة من مدن أوريغون اسمها استغادا، تقريبا تبعد 30 ميل جنوب شرق بورتلاند. هناك في عائلة كانت تملك مزرعة، ولد هالشاب اللي تعود كيف ولد هالشاب ولد هالطفل اللي تعود ومن هو صغير يصحى بكير لأنه بتعرفوا كيف حياة المزرعة، يساعد أفراد العائلة في أعمال المزرعة، الأعمال المنزلية وغيره. وهاي الأسر بالمناسبة على الأغلب بتكون أسر مترابطة لطيفة، يعني في بينها الكثير من الحب. وعادة الأشخاص اللي بيتربوا في المزارع بصير عندهم حب للطبيعة، حب للحيوانات، وبيكون عندهم جلد زي ما بنحكي على العمل حتى لو كان عمل صعب. بالإضافة لذلك بيكون عندهم انتماء للأسرة ولفكرة العائلة. دانيال كان من هالأشخاص، عنده عائلته هي كل شيء في الحياة. هالشاب الوسيم اللي كان مميز في كل شيء بيعمله حتى في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا، مع انه تربى في مزرعة الناس بتفترض انه بعيد عن هاي الامور، لا بالعكس هو كان مميز فيها. بيتلقى الصدمة الاولى في حياته في عام 1994 في مرحلة مبكرة، يعني في الشباب، لما والده واللي كان هو وياه مقربين جدا بيعاني من حالة بنسميها برين أنيوريزم، اللي هي تمدد في الأوعية الدموية في الدماغ، وأدت هاي الحالة لوفاته. بالنسبة له كانت هي الصدمة الأولى، واللي بعدها رح يتلقى العديد والعديد من الصدمات. دانيال وجميع أفراد العائلة بيتعاملوا مع هالموضوع، وفي النهاية بتمشي الأمور لأنه الوالد بالنسبة لهم كان سبورت، يعني مركز دعم لجميع أفراد العائلة ويعتمدوا عليه في كثير من الأمور، يمكن أغلبها مش مادية، هي أمور معنوية ونفسية. وفي كل الأحوال فقدان الوالد أو الوالدة من أصعب الأمور اللي ممكن الواحد يعني يواجهها في حياته. في عام 1995 بيتخرج من الهاي سكول وبيروح على منطقة سيلم أوريغون، وهناك بيبدأ دراسته الجامعية. وخلال فترة وجوده في الجامعة بيدرس الموسيقى، بيدرس إدارة الأعمال، وفي النهاية بيحصل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال. أيضا خلال هاي الفترة بيتعرف على سيدة أو فتاة جميلة جدا اسمها إليزابيث. إليزابيث شوورك واللي هي أصلا من سيلم ولدت وعاشت فيها، كان معروف عنها هي إنها أيضا مميزة في عملها، مجدة وعندها أهداف في الحياة. في فترة من فترات حياتها كانت موديل، ولما بدت علاقتها
مع دانيال كانوا جدا مناسبين لبعض، اتنين بيحبوا العمل، اتنين مجدين، واتنين عندهم المفروض مبادئ عائلية. وبعد ما يخلص هو شهادة الماستر وهي تخلص دراستها الجامعية، وفي العام 2001 بتوج هاي العلاقة بزواج وبيكونوا الأسرة زي ما بنحكي كأنهم جايين من هوليوود، مناسبين جدا لبعض، اتنين حلوين واتنين بجننوا. هالزوجين السعيدين وخلال 5 سنوات من زواجهم بصير عندهم 3 من الأولاد، وشوفوا ما شاء الله ما أجمل هالأطفال، دينا، سييرا وجوردان. في النهاية بينتقلوا للعيش في لاس فيغاس لأنه الزوج حصل فرصة عمل مناسبة هناك. وبعد 10 سنوات على وجودهم في لاس فيغاس أمورهم المالية جيدة، أوضاعهم رائعة، علاقتهم كمان حلوة، بتبدأ الزوجة تطالب بأنه هي كمان بدها تحقق أحلامها وحقها في النهاية. لكن كانت هاي السيدة زي ما حكيت طموحة، حلمها أنها تكون عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وزي ما أنتوا شايفين يعني حلمها بأنه تكون هي عضو في مجلس الشيوخ مش أي حلم بسيط، بده الكثير من الوقت والجهد والدعم من زوجها، من أفراد عائلتها، من أحزاب أكيد. في النهاية زوجها بيكون متحمس للفكرة بطريقة جميلة جدا، بيكرس هو كل وقته لرعاية أولاده، لشغله، لدفع فواتير البيت، وهي بتتفرغ تماما لموضوع مجلس الشيوخ. هالزوج الرائع اللي بيدعم زوجته في أحلامها ومكرس كل وقته الآن للعناية بأولاده، بالإضافة لعمله، والموضوع أبدا مش سهل يا جماعة، أحيانا كان يمضي اليوم كامل وهو بتعرفه في رعاية الأطفال وغيره، وفي الليل يكمل شغله، لكن في النهاية هو بيساعد زوجته على تحقيق حلمها. وبتبدأ إليزابيث حملتها بتاريخ 2 نوفمبر. أساس الحملة كان اللي هي القيم العائلية، الأخلاق، وكل هاي السوالف الجميلة اللي كلنا بنسعى إنها تكون موجودة في الحياة. الغريب والصادم إنه هي بتفوز بالمقعد، مقعد نيفادا. هلا ليش أنا بحكي غريب وصادم؟ لأنه عمرها كان بهديك الفترة لا يتجاوز 27 عام، بتكون أصغر وحدة بتم اختيارها لهالمقعد في منطقة نيفادا، والآن هي عضو في مجلس الشيوخ. ويا سلام، السفرات والعلاقات السياسية والأصدقاء اللي يعملوا في مجال السياسة، وما صار عندها وقت حتى لبيتها وأولادها. هالسيدة واللي صار عندها طموح إنه تنتقل لمرحلة تالية، يعني هاي مرحلة أولى تكون عضو في مجلس شيوخ في منطقة نيفادا، في خطوات أخرى لاحقة، وإحنا بنحكي عن أحزاب الحزب الجمهوري اللي كان يدعمها، ممكن كان عنده فكرة يأهلها لمرحلة تالية. في كل الأحوال هي بتنشغل، وبيلاحظ عليها زوجها إنه دايما بترسل مسجات لواحد من الأشخاص، بيلفت نظره إنه في كمية كبيرة من المسجات لهالشخص. لا، وبعد فترة بيكتشف إنه هي سافرت معه على منطقة ولفترة غير قصيرة، طبعا على أساس إنه هي رايحة في مجال عمل. دانيال الآن بيحاول ينقذ زواجه، بيتواصل مع الشخص اللي بينه وبين زوجته، واضح إنه في علاقة، كان اسمه تايجر دانيال، بيحاول إنه يقنعه يبعد عن حياتهم، يتوقف عن الاتصال بزوجته، يبعث لها مسجات وهاي السوالف. وطبعا الوضع بالعكس مش بيتوقف، بيستمر وبيتطور. وبعد 1 عام على وجودها في المجلس، وبعد هاي الزيارة اللي راحت فيها مع تايجر، أخيرا زوجها بعد ما ترجع بيقرر إنه يواجهها. هي في غرفة النوم بتشيل أغراضها من الحقيبة، وهو بناقش فيها وبيواجهها بأنه أنت ممكن تكوني بتخونيني. بصير بينهم جدال، وجدال عنيف جدا، ما بيستعملوا إيديهم أو بيضربوا بعض، لكن صوتهم بيكون عالي. في النهاية هي بتصرخ عليه أنه خلاص انهي الموضوع، حسب كلامه
هو بينهي الموضوع. في اليوم التالي بيروحوا إليزابيث وزوجها دانيال حتى يعملوا استشارة في موضوع علاقتهم الزوجية، لأنه اثنين عندهم رغبة في أنه تستمر هاي العلاقة. بيستمروا ليومين أو ثلاثة، وفجأة بتنقلب الأمور بطريقة ما ممكن تخطر على بالكم. بعد 5 أيام فقط على هالخلاف اللي صار بين أفراد العائلة، إليزابيث بتروح على مركز الشرطة وبتحكي شيء الله أعلم إذا صار أو لا. في مركز الشرطة بتقدم شكوى ضده لدانيال بأنه هو لمسها بطريقة غير محتشمة وغير محترمة خلال هالشجار، وانتوا عارفين شو يعني، يعني هاي فيها عقوبة بالسجن لا تقل أحيانا عن 3 سنوات. مجرد كلمة تحكي انه زوجها لمسها بطريقة غير محترمة، زي ما بصير في حالات التحرش احيانا بالشارع والنوادي وغيره، على طول كلمتها ضد كلمته، ومين فيهم الصح؟ لكن في النهاية على الاغلب يعني للأسف اللي بيتم اتهامه هو الزوج. وانتوا شوفوا كيف تتطور الامور بعد هيك. وخليني أحكي لكم عن قصة سريعة صارت أثناء وجودي في أمريكا. سيدة من أصول عربية بيكون عندها رغبة في أنه تتطلق من زوجها وتاخد أولادها، يعني حتى أنه يكون لزوجها وصاية عليهم ما بدها، أو وصاية مشتركة. اللي بتعمله أنه هي بتتهمه بأنه اعتدى عليها، اعتدى بمعنى أجبرها على إقامة علاقة. وفي القانون الأمريكي إنه الزوج يجبر زوجته على هاي العلاقة يعتبر نوع من أنواع الاغتصاب، ويحاكم على هالأساس فعلا، وممكن يحصل سجن مدة لا تقل عن 15 عام. وفعلا هاي اللي صار، قدمت على الطلاق، بدت في هاي القضية، وأكيد هو بده يخاف إنه ينسجن لمدة 15 عام. هلأ أنا ما بحكي إنه ما أقام معها هاي العلاقة، لكن إحنا بنحكي عن أزواج من أصول عربية، يعني أحياناً الزوج بنوع من يمكن هيك يفكر إنه هالوضع طبيعي إنه يجبرها بطريقة أو بأخرى. في النهاية هي أثبتت إنه الموضوع موضوع اعتداء، وعلى طول هو بس سمع بهالموضوع وأنه هي بلشت بالقضية بيهرب، بيترك أولاده في أمريكا، وهي بتاخد الحضانة الكاملة. إليزابيث تقريبا بتعمل نفس الشيء، لكن هي بتتهمه بالتحرش فيها أو أنه عمل يعني شيء خادش للحياة معها. على طول بتم اعتقاله، يحكم عليه ب6 شهور تحت المراقبة، بالإضافة لإجباره أنه يحضر دروس تتعلق في السيطرة على الغضب. والمؤلم والمؤلم جدا أنه يسجل على أساس أنه هو معتدي جنسيا. خلاص بيصير له سجل في هاي الحالة. وبعد هاي الحادثة مباشرة دانيال بقدم على الطلاق، لكن كالعادة المشاكل بتصير في موضوع الوصاية على الأولاد. هنا هي سمعتها أصلا بتتعرض للخطر، لأنه أصلا أنت أساس حملتك كان الأسرة والمبادئ وغيره، وفي النهاية أسرتك بتنهار. ولما تبدأ أخبار انهيار أسرتها، علاقتها مع زوجها، بالإضافة لعلاقتها مع الشخص الآخر تنتشر في المجتمع في منطقة نيفادا، بيطلبوا منها أنه تقدم استقالتها من المجلس. وفعلا في شهر فبراير من العام 2012 بتقدم الاستقالة. في نهاية العام 2012 بتم الطلاق، ويا ريت الأمور بتنتهي عند موضوع الطلاق. بعد هيك بيبدو معركة الوصاية على الأولاد، وأكيد هي بدها تأخذ الوصاية، لأنه في النهاية الآن والدهم اللي كان يرعاهم على مدى أكثر من عام لوحده، هي مشغولة في السياسة وفي عالمها الخاص وتحقيق حلمها. الآن هي اللي بتأخذ حضانتهم وهو بيخسرهم. بتاخد الأولاد ومباشرة بتروح على مكان بعيد جدا اللي هو ألاسكا. ما كانت لوحدها بالمناسبة، كان معها تايجر اللي أنكرت لفترة طويلة إنه بينها وبينه أي علاقة، وفي النهاية بتتزوجه في ألاسكا.
وأكيد أنتوا الآن متخيلين الحالة النفسية اللي دخل فيها هالشخص اللي اسمه دانيال. أولاده اللي كان يسميهم الملائكة الصغار الآن صاروا في ألاسكا، حتى أنه يشوفهم الموضوع مش سهل نهائياً. وكانت هاي الصدمة الثانية في حياته لدانيال بعد الصدمة الأولى اللي هي وفاة والده، لكن كالعادة بيرجع بلملم شتات نفسه، بيركز على شغله وبيبدأ حياته من جديد. بيتعرف على سيدة أخرى اسمها بوغدانا، بيصير بينهم علاقة وبعد هيك بيتزوجوا. دانيال خلال هاي الفترة بصير عنده نوع من الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي، بيبدأ يسافر على عدة أماكن في الولايات المتحدة الأمريكية، يصورها وينشر هاي الفيديوهات، وكأنه يعني هيك تعافى من الحياة السابقة وبدأ حياة جديدة مختلفة تماما. في هالفيديوهات لما تسمع كلامه فعلا بتحس إنه هو إنسان طيب، بيركز على فكرة أنه لازم نساعد بعض، لازم نكون أقوياء في مواجهة الحياة، وكل هاي الأمور اللطيفة اللي بترفع المعنويات. لكن الحياة ما زالت تخبئ الكثير والكثير لدانيال. في العام 2019 الزوجة بوغدانا بتنفصل عنه، وبيبدأ مرحلة جديدة من حياته اللي هي المزيد من التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحاول يكون فيها إنه هو الشخص المتفائل اللي الحياة ممكن تستمر. لكن بيحكوا الخبراء إنه إذا ركزت على معالم وجهه بتحس بكمية الحزن والألم اللي داخل هالشخص. وتستمر الحياة مع دانيال بالفترة اللي هو بينفصل فيها عن زوجته الثانية. الزوجة الأولى إليزابيث بتترك ألاسكا وبترجع على منطقة لاس فيغاس. هلأ بالنسبة لدانيال هالشيء جيد، لأنه الآن ممكن يشوف أولاده أكثر بالتأكيد. وبتبدأ واحدة من البنات واللي اسمها سيارة، عمرها 16 عام، هي أصغر بناته، خلاص تمضي معظم وقتها مع والدها. هالشيء ما بيعجب الوالدة إليزابيث أبدا. بيرجعوا مرة تانية على المحكمة وبصير بينهم خلاف في الوصاية على هالبنت اللي عمرها 16 عام. وخلال معركة الوصاية على هالطفلة هي تقريبا كانت تعيش معه، حتى لما ترجع على البيت تهرب وترجع عند والدها. يروحوا يسافروا يصوروا بعض الفيديوهات، كان واضح في نوع من الانسجام بينهم. الوالد حاول يوصل للقاضي فكرة انه هاي البنت عندها بعض المشاكل المنتل العقلية، وبالتالي هي بحاجة لرعاية. هو بدأ بهاي الرعاية من خلال تسجيلها في برامج مختصة، لكن في النهاية القاضي حكم لإليزابيث بالوصاية. الوضع الآن مأساوي، ياخدوا هالبنت، حتى والدها ياخدها يرجعها عند إليزابيث، تهرب من بيتها وتيجي لعنده هو. في النهاية في عام 2021 وبتاريخ 8 أبريل شيء غريب بيبدأ يصير. بتبدأ بعض الأموال من حساب مشترك يخص الوالد دانيال وزوجته الثانية ينسحب منه بعض المبالغ. هلا الزوجة الثانية بوغدانا مش هي اللي بتسحب الأموال، بتحاول تتواصل مع دانيال حتى تتأكد إذا هو اللي بيسحب أو لا، لكن ما بتوصل له نهائيا، ترن عليه تبعت له مسجات بدون أي رد. ولأنه بوغدانا بتعرف أنه العلاقة جميلة ورائعة بين كريستين اللي هي والدته لدانيال، ودانيال بتتواصل معها على أمل يكون عندها معلومات عن مكان وجود دانيال، إلا أنه الجدة هي نفسها ما عندها أي معلومات وما تواصلت مع ابنها يعني من يوم أو يومين. بتبدأ هالجدة كريستين خايفة ترن تتصل، ما حد يرد عليها. في النهاية بتبدأ ترن على سيارة بنته اللي المفروض بتعيش معه من فترة لأخرى بدون ما تتلقى أي إجابة. وبتستمر الجدة في إرسال المسجات ومحاولة الاتصال في سيارة اللي أخيرا بترد. بتحكي لهم إنه والدها بصحة جيدة، لكن موبايله بالفترة الأخيرة في مشكلة، وبالتأكيد رح أخليه يتواصل معكم في وقت
قريب، لكن كريستين بيكون عندها شعور داخلي إنه في شي غلط. الطريقة اللي أعجبتها فيها سييرا، يعني طريقة كلامها تصرفاتها تدل على إنه في شي غلط، لهيك بتقرر إنه هي تتواصل مع بعض الأشخاص حتى يروحوا ويشيكوا على ابنها دانيال. وفي صباح اليوم التالي الساعة 10 تقريبا بيكون مر 24 ساعة على محاولات كريستين وبوغدانا انهم يتواصلوا مع دانيال بدون اي نتيجة. هاي المرة الجد كريستين بتبعت مسج للبنت اللي اسمها سييرا تهددها فيها انه لازم ابوك يرد علي على التليفون، بتحكي لها انه هو موجود في الحمام. وبعد هالمسج الغريب من سييرا خلاص كريستين بتصير متأكدة انه في شي غلط صاير مع ابنها دانيال. بتتواصل مع سيدة اسمها بيجي نيومان، بتحكي لها انه رجاء روحي وشيكي عليه لاني خايف عليه. هي بتكون تملك المنزل اللي بعيش فيه دانيال هاي السيدة، وأيضا صديقة مقربة إله. بيجي ما بيكون عندها مانع إنه تروح وتشيك على دانيال، لكن هي الآن خارج البيت وبتقضي مجموعة من الأمور. لما أرجع على البيت بالتأكيد راح أروح وأشوفه. الساعة 1:46 ولسه هاي السيدة ما خلصت أعمالها. على طول كريستين بتتواصل مع رجال الشرطة وبتطلب منهم إنهم يروحوا ويشيكوا على ابنها. خليني أسمعكم المكالمة اللي بينها وبين رجال الشرطة. Yeah, hi. I need a welfare check. On who are we doing a welfare check? For my son. He's been missing for 2 days. His work's called. His family's called. I've called. His ex-wife's called. And there's nobody answering the phone, and nobody is there's nothing. Nobody can get a hold of him, and then his work called, and they can't get a hold of him. And it's really, really, he just doesn't act like this. وزي ما انتو سامعين بتخبر رجال الشرطة انه من يومين هي زوجته السابقة جميع افراد العائلة بيحاولوا يتواصلوا معه بدون اي نتيجة، ما برد على تليفوناته ولا على مسجاته وهم خايفين عليه. وخلال هاي الفترة بيجي وأحد الأصدقاء بيكونوا خلاص رجعوا على البيت، بيحاولوا انهم يروحوا ويشيكوا على دانيال اذا كان موجود في الداخل او لا. في البداية الوضع طبيعي عادي، بينتبهوا السيارة موجودة في المكان، يعني ما في شيء مثير للشبهة. بتحاول هاي السيدة هيك بتلف ايد الباب ولا هو الباب مفتوح، بتدخل بتبدأ تفتش داخل البيت، ما في اي شيء غير عادي الا انه في رائحة كأنه حريق في المكان. لما يوصلوا للجراج للأسف الشديد بتكون الكارثة في الجراج. الحقائب اللي بيستخدموها عادة حتى يناموا في رحلات التخييم وغيره موجودة، واضح انه فيها ممكن تكون جثة، وواضح انه كان في محاولة لحرق هاي الجثة. على طول بيهربوا من البيت بيجي والشخص اللي معها، وبيتصلوا هالمكالمة المخيفة على 911، بيخبروهم فيها بالوضع الغريب اللي موجود داخل البيت. 911 emergency Guerrero 16497. Do you need police, fire, or medical? I'm in a dead body. Oh my god. 8417 Dumpy Court. 8417 Dumpy Court. Do you need police, fire, or medical? There was a fire, and we went in to investigate. The fire must be a couple of days old. But there's a dead body in the garage. We just found him with the homeowner that doesn't live here. Okay, and you're in there right now? Yes, yes. وبتوصل دوريات الشرطة وبيبدوا يفتشوا مسرح الجريمة اللي واضح انه كان مسرح لشيء مخيف جدا. بيتم العثور على منشار موجود داخل غرفة الليفينج روم، منشار اخر موجود داخل المطبخ، واضح انه عليه بقايا بشرية.
أيضا بتم العثور على وصولات من محلات هوم ديبو بالإضافة لوصولات ATM، دليل على أنه بعض الأشخاص اشتروا هاي الأدوات في محاولة منهم بالتأكيد كانت أنهم يقطعوا هاي الجثة، ولما فشلوا في النهاية أشعلوا فيها النيران على أمل أنه يحترق المنزل وتختفي جميع الأدلة. وأكيد أنتم عارفين مين هو الضحية. الضحية هو دانييل، الشخص اللي تلقى عدة صفعات في حياته، وهاي هي الصفعة الأخيرة. تقرير الطبيب الشرعي بيحكي أنه هو تلقى 70 طعنة في مختلف أنحاء جسمه، الظهر، الرأس، الرقبة، يعني واضح أنه الشخص اللي قتله كان في عنده كمية كبيرة من الحقد اتجاه الشخص اللي اسمه دانييل. أيضا بأكد تقرير الطبيب الشرعي أنه كان في محاولات لتقطيع الجثة واضحة أثار المنشار، لكن يبدو أنها فشلت في النهاية. الشخص اللي قتله وضعه داخل هاي السليبينج باج وبعدين أشعل النيران. بتبدأ الآن عملية بحث عن مين؟ عن بنته سيارة اللي عمرها 16 عام ومختفية من المكان. خلال عملية البحث السريعة عن هاي البنت بتوصلهم معلومة مخيفة جدا، إنه صديقها اللي اسمه أرن أيضا هو شخص مختفي. خلاص بيوصلوا لنتيجة شبه أكيدة إنه ممكن يكون له شخصين علاقة بوفاة دانييل. ليش؟ لأنه بيعرفوا من أفراد العائلة إنه في خلاف كبير بين أفراد العائلتين، عائلة سيارة وعائلة أرن، على موضوع العلاقة بين هالمراهقين. من خلال الوصولات اللي كانت موجودة في مسرح الجريمة، على طول بيتحرك رجال الشرطة على هوم ديبو حتى يشوفوا كاميرات المراقبة، وبتكون المفاجأة اللي هم كانوا أصلا متوقعينها في هالمكان. أرن واضح إنه بيشتري مجموعة من الأغراض ممكن هي اللي تم استخدامها في حرق الجثة. من خلال كاميرات المراقبة، أرن بيشتري مسرع للاشتعال، منشار، بالإضافة لمجموعة من الكفوف. في سوبر ماركت آخر، سيارة بنته لدانييل بتشتري مواد التنظيف، وخلاص بصير عند رجال الشرطة فكرة إنه الاثنين هم اللي نفذوا جريمة القتل، والآن هم بيشتروا المواد اللي يحاولوا يغطوا فيها على الأدلة. بالتأكيد هم استخدموا بطاقات الكريدت كارد اللي تخص دانييل. كاميرات المراقبة في هوم ديبو بترجع بتلتقطهم مرة أخرى بيشتروا مجموعة أخرى من الأغراض وبيغادروا المكان. بيتوقع رجال الشرطة إنه هم رجعوا على بيته لدانييل، والآن حاولوا يقطعوا هاي الجثة ويخفوها، لكن يبدو إنهم فشلوا. بصير أمامهم خيار أخير لما يزداد الضغط عليهم من كريستين اللي بتبدأ تتصل إنه هم يحرقوا الجثة ويهربوا من المكان، وفعلا هاي اللي بصير. والآن السيناريو جاهز في ذهن رجال الشرطة. سيارة مع صديقها أرن قتلوا الوالد دانييل حتى ياخدوا أمواله ويكملوا خطتهم اللي كانت سابقا إنه هم يهربوا من لاس فيغاس ويروحوا يعيشوا مع بعض في مكان آخر. اللي بيصير إنه بالفترة السابقة أفراد عائلة أرن بيعرفوا إنه هو عنده خطة يأخذ سيارة ويهربوا من لاس فيغاس. على طول بيروحوا بيخبروا أفراد عائلتها، وفي النهاية العائلتين بيتفقوا إنه هالمراهقين لازم يبعدوا عن بعض، وكل واحد بيحاول يسيطر على المراهق اللي عنده، لكن صعب السيطرة. بيستمر التواصل بينهم، وفي النهاية عقولهم البسيطة بتوصلهم لنتيجة إنه الحل الوحيد نقتل دانييل، ناخد الفلوس اللي معه ونروح نعيش حياتنا اللي احنا بنحلم فيها بكل بساطة. أول الآن في تعميم على سيارة وأكيد صديقها أرن. بعد 4 أيام تقريبا بتاريخ 13 إبريل بتم القبض عليهم في منطقة سولت ليك سيتي يوتا. يبدو أنه مش حابب يدفع تيكت الباص، مصادر أخرى بتحكي القطار. في النهاية لما يمروا الأشخاص المسؤولين عن التذاكر يفتشوا، ما بيكون عنده تذكرة،
بيطلبوا منه الهوية وبيعرفوا أنه هو الشخص المطلوب في منطقة لاس فيغاس. بيتم القبض عليهم والتحفظ على أغراضهم الشخصية، ومن ضمن هاي الأغراض الموبايلات اللي في واحد منها هالفيديو الخطير اللي وضعناه في بداية قصتنا، بيحكي فيه أرن بكل فخر إنه هاليوم الثالث بعد ما نفذنا جريمة قتل. هي على طول بتستدرك وبتحكي له إنه إحنا يعني على الكاميرا لا تحكي هالكلام، وواضح إنه هم منسجمين وسعداء. هي بتحكي بطريقة إنه بالفترة الماضية صار بيننا علاقة، وعلاقة جميلة جدا، الكثير من العلاقات ولازم نكررها. وهو كمان بيحكي لما غلط إنه هاليوم الثالث بعد تنفيذ الجريمة إنه في النهاية الموضوع كان يستاهل، يقصد إنه خلاص هو حصل على حب حياته الآن، وتنفيذ جريمة يستاهل إنه يحصل هالحب الكبير. أكيد بتم القبض عليهم وبيوجهوا لهم عدة تهم من ضمنها القتل، التآمر، الاحتيال وغيره. حاليا ما زالت محاكماتهم جارية، والمحامي اللي يعمل على قضيتهم من أشهر المحاميين في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد عندكم فضول ورغبة تعرفوا كيف نفذوا جريمة القتل ومين، لكن لأنه أفراد عائلتها لسيارة طالبوا بالخصوصية، فما زال الكثير من هاي المعلومات غير متوفر، مع أنه هم اثنين ما أقروا بذنبهم، إلا أنه خلال المحاكمات بالتأكيد رح يظهر العديد والعديد من التفاصيل. رح أوافيكم بكل شيء جديد يتعلق بهاي القضية إن شاء الله. كانت هاي نهاية قصتنا المؤلمة لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، وياريت لو عجبتكم ما تنسوني باللايك والاشتراك في القناة. إلى اللقاء.